يا صباح الفل ويا صباح العسل، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ انا صاحيه من النوم بقى، عندي برد وتعبانه ومش قادره. هنشرب شاي دلوقتي ونروح نشوف السوق اسعاره ايه النهارده. هنجيب شويه حاجات طبعا ما يستاهلوش بس هيبقوا سعرهم عالي. تعالوا معايا وانا اوريكم اسعار الخضار في السوق ايه. اهم حاجه شويه الشاي عشان ايه يدفي زوري واعرف اتكلم معاكم. تعالوا بقى اشربوا معايا شاي وافطروا معانا. بصي بقى يا قلبي، احنا رايحين السوق اهو. بصي مصر جميله ازاي، ربنا يحفظها يا رب من كل شر. بلدنا جميله. ايه يا وليد؟ اسعار الفراخ النهارده 100 كيلو؟ الفراخ وصلت ل100 يا جماعه، يعني عشان اجيب فرخه 2 كيلو ب200 وين، غير الخضار غير الرز غير، ربنا يرحمنا والله. عشان تعملوا شويه محشي تخش في 400 جنيه اللحمه. بصي تجيب البتنجانايه اللي تلاقاها خضره كده اللي تلاقاها طريه، اللي تلاقيها ناشفه تبقى مبزره. وادينا جينا من السوق يا ست الكل. بصي شويه الحاجات دول ب200 جنيه، ما جبتش ولا فطار ولا جبت حاجه نعمل غدا. عارفه جبت ايه معايا؟ شريط البرشام ده، الكلسمات، عشان احنا مش هنعرف ناكل فراخ بعد كده ولا لحمه. اللحمه ب400 والفراخ الكيلو ب100، يعني عشان اجيب فرخه 2 كيلو ب200 وي. قلت اجيب جناحه يا ستي مش مهم. قال لي الجناحه بكام يا ست الكل؟ ب90 جنيه الكيلو، خمس جناحات، خمس جناحات لعيالك والواحد جناح، جناح حزين. قلت على ايه؟ نديها برشام كلسمات وخلاص يا اول عظم. تعالي بقى نشوف احنا جبنا ايه الحاجات دي اللي ما منها فطار ولا منها غدا. بص احنا جبنا ايه؟ 3 كيلو بطاطس، الكيلو بكام؟ ب15 جنيه، 45 جنيه. حاطين الخضار كله على بعضه، قال لي اصل الاكياس غاليه. شويه الحاجات دول، الجزر الكيلو بكام؟ قولي معايا الكيلو بكام؟ ب10، جبت كيلو. الخيار بكام؟ جبت كيلو ب15. جبت ربع كيلو فلفل بكام؟ قولي ب10. نص كيلو ليمون، نص كيلو ب10. ماشي يا ست الكل. جبنا ايه؟ كيلو بتنجان ب15 جنيه، طبعا عايز طحينه جنبه، مش هيتعمل كده. تعالي بقى بصي شويه التوابل دولت بكام؟ جايبه حاجات. بصي بقى شويه التوابل دولت ب60 جنيه. بصي يعتبر مش توابل، يعني حاجات بعشرات، حاجات ما تستاهلش. بصي ب10 جنيه حبهان، ب10 جنيه بابريكا، 10 جنيه كمون، 10 جنيه ورق لوري، ب10 جنيه فلفل، ب5 جنيه ليمون. بصي تجيب حبايتين ب10 جنيه 60 جنيه. تفتكري بقى ونسيت كيلو رز ب35 جنيه. تفتكري بقى ست الكل اعمل ايه؟ هنعمل شويه بطاطس وشويه رز ارديحي. وعندنا بصي في الفريزر، في الفريزر القوطه مجففه، الحمد لله احنا عندنا قوطه نحمد الله. ماشي يا ست الكل، وادي حال الدنيا، وانا لله وانا اليه راجعون. وجوزي بيقول لي خدي يا سكينه 200 جنيه، انا عايز اجي الاقي دي كرومي. هلاقيها النهارده بطاطس ارديحي.